How to read CBC. المرة اللي فاتت عرفنا عن الـ TLC الـ differential بتاعها. المرة دي هنتكلم عن الـ RBCs، نحدد الـ patient anemic ولا لأ. بيديني parameters اللي هنتكلم عنها ونعرف يعني ايه كل واحدة فيها. أول حاجة إن أول ثلاثة parameters الـ total count والـ hemoglobin والـ PCB أو الـ hematocrit بنحدد منهم الـ patient هو anemic ولا لأ. توتال كاونت يعني عدد خلايا الدم الحمراء هي كام، الهيموجلوبين يعني الهيموجلوبين البروتين الموجود جوه خلايا الدم الحمراء concentration بتاعه قد ايه، البي سي في اللي هو الهيماتوكريت يعني ايه هو حجم خلايا الدم المكثف، يعني لو جبنا خلية وعملناها centrifugation بتتقسم لحاجتين بلازما وخلايا. الخلايا اللي تحت ديت حجمها بنشوفه قد ايه هو دوت البي سي في والهيماتوكريت. في الانيميك بيشنت ثلاثة بيكونوا قليلين. طيب التايب اوف انيميا بنعرفها من الثلاثة بارامترز التانية الام سي بي والام سي اتش والام سي اتش سي. الام سي بي هو حجم خلية الدم الحمراء الواحدة قد ايه، الام سي اتش وزن الهيموجلوبين في الخلية الواحدة قد ايه، الام سي اتش سي وزن الهيموجلوبين في الخلية الواحدة بالنسبة لحجمها قد ايه. انيميا قلنا ان الثلاثة بارامترز بيكونوا قليلين، ممكن نستخدم واحد بس زي الهيموجلوبين بيكون بلو واتس اكسبكتد. يعني ايه واتس اكسبكتد؟ بيعتمد على الايدج السكس، لو في ميل بريجننت ولا لا، البيشنت في هايبوكسيك ستيت ولا لا، الايدج كل ايدج بيكون له نورمال رينج من الهيموجلوبين. بالنسبه للسكس الفيميل بتكون اقل من الميل من 1 لـ1.5 جرام due to the effect of الاندروجين. الاندروج الزيادة في الميل بيزود لي الهيموجلوبين بتاعه مش بسبب المنستوريشن زي ما هو شائع. البريجنانسي بيحصل لي فيها سولت اند ووتر ريتينشنز ودوت بيعمل لي دايليوشن الانيميا، المية بس اللي زادت مش الهيموجلوبين هو اللي قل، وبالتالي بيكون اكسبتد ان الفيميل الى حد ما بيكون معاه ريليتيف انيميا. الهايبيشنت لو في هايبوكسيك ستيت زي هاي التيتيودز بيبقى بيزود لي الإريثروبويتين هرمون، بيزود لي الهيموجلوبين كونسنتريشن. كده حددنا البيشنت أنيميك ولا لأ عن طريق الـ MCV والـ MCHC. هنحدد نوعها هي ايه. الـ MCV لو حجمها عندنا 3 أوبشن، يا إما نورموسيتك نورمال، يا إما صغيرة هتبقى مايكروسيتك، يا إما كبيرة ماكروسيتك. النورمال من 80 لـ100 فيمتوليتر، أقل من 80 مايكرو، أكتر من 100 مايكرو. الـ MCHC هن نورموكروميك ولا هايبوكروميك؟ النورمو بيكون 35%، الهايبوكروميك أقل من 35%. مفيش حاجة اسمها هايبركروميك لأن الهيموجلوبين ما ينفعش يحتل أكتر من تلت خلية الخلية الدم الحمراء. بيزيد لي بس الكونسنتريشن أوف الهيموجلوبين في حالة المايكروسفيروسايتوزيس دوت، لأن حجم الخلية هو اللي قل بقت مايكروسفيروسايتوزيس. طيب اسباب المايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، ايرون ديفيشنسي انيميا، ثلاسيميا، انيميا اوف كرونيك ديزيز. بنطلب في الحاله دي ايرون بروفايل وبنفرق بين الايرون ديفيشنسي انيميا والثلاسيميا عن طريق المنتزور اندكس. طيب اسباب النورموسيتيك نورموكروميك انيميا، ان احنا في الاول بنطلب ريتيكولوسيتيك كاونت عشان نحدد المشكله فيه. لو لقينا الريتيكولوسيتيك كاونت عالي معناه كده ان البون مارو شغال وبيحاول يعوض الفقد ده. الفقد اما عن طريق هيموريتش او عن طريق تكسير في خلايا الدم الحمراء عن طريق هيموليتيك انيميا. طيب لو الريتيكولوسيتيك كاونت دوت قليل معنى كده ان في بون مارو ديسبورتر، بون مارو مش عارف ينتج كويس، او حاله ابلاستيك انيميا. طب لو ماكروسيتيك بنطلب ساعتها بلاد فيل عشان نشوف لو هي ميجالو بلاستيك ولا لا. لو مجال بلاستيك اسبابها فيتامين بي 12 ديفيشنسي وفوليك اسيد ديفيشنسي وميزوتريكسيت توكسيستي. لو نون مجال بلاستيك اسبابها الكحول والهايبوثايرويديزم والبريجننس. لو لقينا الهيموجلوبين عالي بقى اكتر من 16.5 في الميل، اكتر من 15 في الفيميل، بنعيده تاني للشهر التاني. لو لسه عالي يبقى هندور على سبب من الاتنين، يا اما البلازما هي اللي قلت وبالتالي الكونسنتريشن بتاع الهيموجلوبين عالي زي في حالات الديوريتك، يا اما فعلا الانتاج عالي من البول مارو في الترو بوليسايسيم زي في حالات الميول بروفيرت ديس اوردر او البوليسايسيميا بروفيرا، او ديو تو زياده للاستروبيتين هرمون
في حالات الهاي التيتيود او في حالات رينال ديزيز في تيومر او بياخدوا من بره، في حالات الاريثروبيتين ادمنستريشنز في الاسيد.